في إطار الزيارة التي قام بها السفير التنزاني لجامعة الملك فيصل، قام السفير بزيارة لإدارة البث الفضائي بالجامعة، وكان في استقباله سعادة المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام الدكتور عبد العزيز بن سعود الحليبي. وقد اطلع السفير على أقسام الإدارة المختلفة وما تضمنته من إمكانات تقنية ومهنية، وكذلك التجهيزات الفنية لاستديوهات البث الفضائي والخدمات التي تقدمها الإدارة في تغطية المناسبات والفعاليات بالجامعة، وكذلك الاحتفالات والإنجازات الوطنية التي تخدم الجامعة والمجتمع ليتم نقلها بشكل عصري يتناسب مع مكانة الجامعة. وقد أعرب سعادة السفير التنزاني عن سعادته بتلك الزيارة التي عكست مدى التطور الذي يشهده قطاع الإعلام بالجامعة. يعني أعجبه جدا لما وجد إنه الجامعة هذه هي الجامعة التي عندها الميزة هذه، فيها البث الفضائي، يعني مقارنة مع الجامعات الأخرى. هذا الشيء. لكن الشيء الثاني، التكنولوجيا الموجودة هنا في البث الفضائي اللي هو شافها هذه يعني عالية جدا بمستوى عالمية. وفي ختام الزيارة أعرب سعادة السفير عن شكره وامتنانه لمعالي مدير الجامعة، مشددا على أن ما شاهده في جامعة الملك فيصل يعكس مدى التطور الذي تشهده المملكة في مجال التعليم.